أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم سيدة الأعمال المميزة مدام سحر حمدان من مطبخ ريحانة. أهلا مدام. هلا فيك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى تعرفين المزيد عنك وعن بداياتك مع المطبخ. أكيد، أهلا وسهلا فيكم. اسمي سحر سيد حمدان، صاحبة مطعم ريحان. مطعم فاميلي، يعني هو فاميلي بزنس، موجود ببزنس باي بدبي. بدأنا بالعمل ب 2017، أواخر نوفمبر 2017. كانت بداية الحمد لله موفقة. مدام، ممكن تحكينا المزيد على أنواع الأطباق والوجبات اللي بتقدميها، ومن أي مطبخ اخترتي هي الأطباق؟ أكيد، مطبخ ريحان هو مطبخ فلسطيني أردني، بتميز بالأطباق الفلسطينية الأردنية مثل المنسف الأردني اللي بالمعمول بالجميد الكركي أكيد، والمسخن الفلسطيني اللي بنعمله بخبز الطابون اللي بنحضره عنا بالمطعم، بنخبز الخبز بنحضره بالسماء العجلوني أكيد. في كمان أكيد أكلات كتير بنتفرد فيها عن باقي المطاعم، من المطبخ الشامي مثل الورق العنب، المقلوبة، الأوزي وغيرها كتير كمان من الأطباق الموجودة بكل مطبخ شامي. أكيد طبعاً كمان موجود عندنا الحلويات، هلأ جاي عندنا العيد قريب، نعمل المعمول، الكعك بالجوز بالفستق بالتمر أكيد، وعندنا كمان المهلبية، رز بالحليب، الشغلات اللي هي موجودة بكل بيت فلسطيني أردني أو شامي عموماً. مدام، ممكن تحكي لنا شو سر تميزك وسر نجاحك خلال السنوات السابقة في ظل المنافسة الشديدة الموجودة في الإمارات، خصوصا في مجال الأكل والمطاعم؟ أكيد، هلأ في مطعم ريحان نحن عندنا الأطباق اللي بنتميز فيها كلها بنعملها بنكهة بيتوتية، مثل شغل ست البيت. دائما الفيدباك اللي بنسمعها الأكل كتير طيب مثل أكل البيت، هذا أكثر شيء نحن بنتميز فيه، بالإضافة طبعا للكواليتي لأنه جودة كل الأصناف اللي بنستعملها كلها فريش، من لحوم الدجاج الخضروات بتيجي كل يوم طازجة لعنا، فدائما كل شيء فريش، كل شيء بيكون على مستوى عالي من الجودة لحتى دائما نحافظ على الكواليتي ستاندرد بالمطبخ. مدام، بعد النجاح اللي حققتيه، شو الرؤية المستقبلية وشو الخطط المستقبلية للمطبخ؟ دائما بيكون الواحد في عنده طموح انه يتوسع، انه يتطور، فاكيد في مطعم ريحان احنا طموحنا دائما انه نوصل لناس اكثر، لاماكن اكثر، اصناف زياده نزيدها على المنيو اكيد. بالإضافة طبعاً أنه إحنا أضفنا من بدايتنا من 2017 شغلات كتيرة، بدأنا بالتواصي، بعدها قدمنا الوجبات اليومية الفردية، بعدها قدمنا الوجبات الصحية كمان، وبدأنا بإضافة أصناف من الأصناف النباتية كمان، فأكيد دائماً في تطور ودائماً في طموح لحتى نوصل لأهداف ومستويات أعلى أكيد. إن شاء الله، أتمنى لكم دائماً التوفيق والنجاح. إن شاء الله. مدام، من خلال تواجدك في الإمارات وخبرتك الطويلة في مجال البزنس، شو بتنصحي أي حد عنده اهتمام يأسس عمله أو استثماره الخاص داخل الدولة؟ أكيد طبعاً كل واحد دائماً لازم يسعى لتحقيق أهدافه وأحلامه. البلد وسيعة، الفرص كبيرة، دائماً في ناس تساعد، في يعني كل شيء متاح خاصة بدولة الإمارات، سهولة إنه الواحد يحقق أحلامه أكيد موجودة دائماً، بس الواحد بده يسعى أكيد ويدور ويجتهد لحتى يوصل دائماً لهدفه. نحن قلنا تقريباً من 1993 في الإمارات، من وقتها وإحنا حاسين طبعاً بالأمان، بلد الأمان معروف عنها دولة الإمارات أكيد، فمنحب نوجه شكر كتير كبير لحكام الإمارات على رأسهم أكيد الشيخ محمد بن زايد، للأمان اللي إحنا دائماً عم نحس فيه والاستقرار بدولة الإمارات العربية المتحدة. شكراً كتير لكم. بالنهاية منحب نشكرك، بدنا نخبر جميع المشاهدين اللي عم تابعونا كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع مطبخ الريحان. مطبخ ريحان مطبخ موجود بدبي، منطقة البزنس باي. فيكم تتواصلوا معنا على أرقامنا الموجودة عندكم، فيكم تتواصلوا معنا كمان على صفحتنا على الإنستغرام، على فيسبوك، على تيك توك، وأهلا وسهلا فيكم. شكراً كتير لكم مرة تانية. شكراً لك مدام سحار، نتمنى لك دائم التوفيق والنجاح. العفو لك. شكراً لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.